رئيس الوزراء إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية ساهم في حل مشكلة الإسكان لسبعة ملايين مواطن مصري. مصطفى مدبولي: نسعى لتوفير سكن مناسب لجميع الفئات، والطلب على حدائق العاصمة كبير. وزير الخارجية بدر عبد العاطي: يجب العمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية في القارة الآسيوية. مجلس الوزراء الخميس 25 من يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث ملفات التعاون المشترك بين الجانبين.